سبتمبر مجيد عليكم أعزائي المشاهدين ولجميع اليمنيين في كل مكان، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة ملف 26 من سبتمبر الذي يفتحه المساء اليمني تزامنا مع الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. أفقنا على فجر يوم صبي فيا ضحوات المنى أطربي، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى فجرنا المختبي، فولى زمان كعرض البغي وأشرق عهد كقلب النبي. هكذا عبر شاعر الثورة عبد الله البردوني عن فجر يوم 26 من سبتمبر، اختصر في كلمات قليلة كيف أحدثت الثورة الأم فارقا في حياة اليمنيين، وصفه بالفرق بين عرض البغي وقلب النبي. هذا هو الفرق في اليمن ما قبل سبتمبر وما بعد سبتمبر بحسب الرأي عبد الله البردوني. فجر 26 من سبتمبر انبعث ضوء الحرية والكرامة في قلوب اليمنيين، فانتقلوا من حالة جلالة الإمام المستبد إلى حالة جلالة الشعب، أو هكذا أراد ثوار سبتمبر، غير أن الأنظمة الجمهورية المتعاقبة لم تكن عند مستوى الحدث ولا عند مستوى التضحيات ولا عند مستوى المسؤولية الوطنية، فعمدت وخاصة نظام المخلوع صالح إلى إخفاء وهج الثورة وتغييب رموزها وإفراغها من روحها. رأينا احتفالات كان يحضر فيها المخلوع ويغيب عنها الزبير والنعمان، يحضر فيها المخلوع ويغيب الإرياني والسلال، يحضر فيها المخلوع ويغيب عنها البردوني والفضول. ظهرت الرموز السبتمبرية في المناهج الدراسية والمنصات الثقافية بشكل خجول ومقتضب، فيما حضر الرئيس المطلق في الكتب والمجلات والمناهج والشوارع والإعلام، حتى ظنت الأجيال الجديدة أن علي صالح هو قائد ثورة سبتمبر وهو الرجل الأول والأخير في هذه البلاد. أعزائي المشاهدين، حول الاحتفاء الاستثنائي بذكرى ثورة سبتمبر وكيف تم تغييب رموز هذه الثورة العظيمة خلال الفترة الماضية، وكيف حضرت الآن بقوة في الجولة السبتمبرية الثانية، وكيف ساهم جيل فبراير في صناعة وعي جمهوري حقيقي، هذا ما سنناقشه في حلقتنا لهذا المساء ضمن تغطيتنا الخاصة لملف 26 من سبتمبر. دعوني في البداية أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والناشط السياسي محمد المقبلي. مرحبا بك محمد. أهلا وسهلا. إذن نذهب أنا وأنت محمد والأعزاء المشاهدين إلى مشاهدة هذا التقرير، ومن ثم نبدأ البدء في النقاش. خلال 5 عقود كانت ثورة 26 من سبتمبر قد توارت خلف حجاب من السياسات الخاطئة التي ارتكبتها الأنظمة الجمهورية المتعاقبة، فيما بقيت الاحتفالات بذكرها لا تتجاوز الفعاليات الرسمية التي كانت مناسبة جيدة لتمجيد الحاكم وتكريس صورته وحضوره. هذا ما كان يحدث طوال فترة حكم الرئيس المخلوع الذي كان يمضي بالبلد في اتجاه معاكس لثورة سبتمبر وأهدافها، بعد أن تحولت البلد في عهده لإمامة جديدة بطريقة ملتوية. في مفارقة واضحة كانت اللحظة التي أعادت الحضور المتوهج لثورة 26 من سبتمبر هي لحظة سقوط البلد، هكذا يصدق القول المأثور بأضدادها تتميز الأشياء. وخلال 3 أعوام من تحكم سلطة ميليشيا الحوثي ذات النزعة الإمامية، أعاد اليمنيون اكتشاف ثورتهم الأم وعاد سبتمبر للواجهة مجددا. عملت الميليشيا خلال 3 أعوام الماضية على استحداث الخطى باتجاه العودة إلى ما قبل سبتمبر 62 وإعادة بعث الإمامة وتاريخها الأسود، إلا أنها جوبهت بردة فعل شعبية واسعة. على نحو معاكس وجدت ميليشيا الحوثي نفسها في مواجهة ذاكرة شعبية تستعيد الموقف من الإمامة، وبدا الموقف الشعبي من جماعة الحوثي ومشروعها أصعب عليها من موقف القوى السياسية التي كانت عاملا مساعدا في سقوط البلد في يدها قبل 3 أعوام. تبدو ذكرى ثورة 26 من سبتمبر هذا العام متوهجة كما لم تكن من قبل، فحضورها الشعبي، أهدافها وشعاراتها ورجالها حاضرة في المشهد كما لو أننا عدنا 50 عاما إلى أحد الأيام التالية للثورة، لحظة كانت المواجهة مع الإمامة على أشدها، وهو ما يحدث الآن فعلا مع النسخة الجديدة منها. نعم، إذن محمد، قبل أن ندخل في نبش الذاكرة الوطنية التي انتعشت مؤخرا بشكل كبير ربما بجهود كثير من شباب فبراير تحديدا، دعني أسمع منك انطباعاتك الأولية
عن الاحتفاءات الكبيرة الرسمية والشعبية في الذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر. أنا أعتقد أنه هذه الذكرى 55 ربما الباحثين المؤرخين المتابعين سيسجلوها من أهم الامتدادات الجمهورية. يعني هذه الذكرى كما لو أنها في تاريخ 1963 وليس في عام 2017 على كافة المستويات، بل على العكس، كان رموز سبتمبر تقريبا بعد الثورة بسنوات غير متجذرين في الذاكرة الشعبية كما حصل هذه اللحظة. أنا أعتقد أنه ما حصل في اليمن هو تحول عجيب، ربما يحير كثير من الدارسين والباحثين وعلم الاجتماع. فعلى صعيد الثورات ربما في العالم كله كان الشعب هو الذي يذهب إلى السلطة لكي يحتفل، الذي يحصل في اليمن العكس، السلطة هي التي تذهب إلى الأوساط الشعبية لتحتفل، كما حصل في تعز مثلا عندما جاء نائب رئيس الوزراء لكي يحتفل مع القطاعات الشعبية الموجودة في تعز. فهذا تحول طبعا فارق. أعتقد أنه بكل صراحة نستطيع القول أن سبتمبر الآن تستعيد ذاتها، بمعنى آخر حتى وإن سقط النظام الجمهوري من السلطة، حتى وإن لم تقوم السلطة بدورها الجمهوري المأمول، لكن كان أخطر ما أصاب المشروع الجمهوري في الصميم هو سقوط الجمهورية من نفوس الجماهير. هذا السقوط المؤلم والقاسي إلى درجات أن الكثير كانوا يتواروا عن ذكر سبتمبر وتحولت إلى ما يشبه الجلد الذاتي، وكان يحصل هناك خلط كبير جدا ما بين المشروع الجمهوري وما بين السلطة التي حكمت باسم الجمهورية، مما جعل هذا المفهوم وهذا القيمة الكبيرة العظيمة، قيمة الجمهورية الخالدة، أن تسقط من نفوس الجماهير. وجهة نظري الشخصية أن استعادة الجمهورية في نفوس الجماهير أهم ألف مرة من استعادتها على صعيد الدولة وعلى صعيد السلطة، لسبب بسيط جدا. استعادتها على صعيد السلطة وعلى صعيد الدولة أمر محكوم بخطط عسكرية، محكوم بخطط أمنية، محكوم بخطط سياسية، محكوم حتى بخطط اقتصادية، لكن عندما تسقط القيم الكبيرة من نفوس وذهنية الجماهير هنا تتحول إلى عبارة عن تجاويف خالية من الروح. وعمر أي ثورة أي فكرة في العالم عمرها لا تستمد بقائها إذا لم تكن ساكنة في وجدان ونفوس وذهنية الجماهير، وهو ما حصل في ذكرى سبتمبر، في هذه الذكرى الذي تشكل نقطة تحول. ومن وجهة نظري أنها بداية جديدة لإعادة الجمهورية إلى جدول أعمال التاريخ من جديد بعد أن توقفت لفترة. لكن هناك أيضا البعض يرى بأنه طبعا بعض المتشائمين غالبا يرى بأن هذه حتى الهبة والاستحضار الكبير للجمهورية وللذاكرة الوطنية السبتمبرية ليست سوى ردة فعل للاجتياح الحوثي للبلد وإسقاطه للدولة وكل الجرائم التي يرتكبها، وربما تخفت بعد حين. لو كانت كردة فعل لماذا لم تكن في عام 2014 عندما سقطت الدولة الجمهورية بعد الحوثي؟ ما يحصل اليوم هو تراكم جمهوري وليس عبارة عن ردة فعل جمهورية، لسبب بسيط جدا، أن هذا التراكم الجمهوري بكل صراحة ميلاده الأساسي كانت ثورة فبراير. سأذكر لك لحظات مهمة جدا. أول الشعارات التي رددت في ثورة فبراير كانت عبارة عن نداء واستحضار للمشروع الجمهوري. كان أحد الشعارات يقول يا علي عبد المغني علي صالح ضيعني، وهو نداء لعلي عبد المغني يعني القائد الفعلي الذي يتعرض لتشويه اليوم من قبل المدعو علي العماد، وهو والد حسين العماد والد علي العماد، ويوجه تهم لعلي عبد المغني ويحاول أن يشوه تاريخه، ولكن لا يمكن أن يحصل ذلك. النداء الثاني كان يا حمدي عود عود شعبك يشحت في الحدود، وهو أيضا استحضار للروح الجمهورية التي كانت موجودة في عهد الرئيس الحمدي. الشعار الثالث على غيري إحنا أحفاد الزبيري. الشعار الرابع أين الدستور والثورة أصبحنا ملك الأسرة. فكان هذا الوجدان الجماهيري، هذا الاستدعاء لهذه الحالة الجمهورية الكبيرة والمهمة جدا، يؤكد ما لا يدع فيه للشك أن الأمر هو تراكم جمهوري وليس عبارة عن ردة فعل جمهورية. التراكم الجمهوري لا يتعلق بردة الفعل العاطفية. اليوم الجماهير تتوقل في قلب الذاكرة الجمهورية، تستحضر شخصيات ربما لم يتم السماع بها حتى في سنوات حكم الجمهورية وفي سنوات ازدهارها. اليوم تحضر أسماء، تحضر وجوه، تحضر رموز. الأمر أشبه بحفظ ذاكرة شعبية. ما يتم الآن هو حفظ ذاكرة شعبية، ليس بجهود مؤسسات الدولة، حفظ ذاكرة شعبية من قبل أبناء الشعب ذاته.
اليوم كان الذين تناسوا دور أجدادهم ودور أبائهم في ثورة سبتمبر، وأنت تتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا يخرجوا تلك الصور، بدأوا يشعروا بهذا الحلم الكبير، بهذا النشوة الكبيرة جدا. بل بالعكس، أنا أعتقد أنه يعني كما كلمتني أحد الصديقات الجمهوريات وهي من صنعاء القديمة، قالت أن النشوة الجمهورية التي بدأت الآن تعود إلى نفوس الناس في صنعاء تشبه تلك المراحل الأولى لميلاد الجمهورية، أو تلك المراحل السنوات الذهبية للجمهورية في عهد الرئيس الحمدي. أنا أعي ما أقول، ما يحصل هو نعم ربما تراكم كانت جمهوري يوم أمس وليس ردة فعل جمهوري. نعم كانت أيضا يوم أمس يعني معنا، كانت على الهاتف السيدة فرح الزوبة وهي من صنعاء، تتحدث عن أن الأجواء الاحتفالية في صنعاء وكأن الثورة قامت يوم أمس، تتحدث من داخل قلب العاصمة صنعاء. لكن محمد، هناك أيضا سؤال ربما يتبادر للذهن حول كيف يمكن الجمع بين هذا الانتماء الجمهوري لسبتمبر ولثورة سبتمبر التي قامت على الإمامة من جهة وعلى الاستبداد من جهة أخرى، وبين الانتماء والحنين للنظام السابق، نظام المخلوع. أنا أعتقد للإجابة على هذا السؤال علينا أن نجيب على سؤال مهم جدا، هو ماذا يعني أن تكون جمهوريا؟ الجمهورية ليست شعارات، الجمهورية هي موقف سياسي، الجمهورية موقف اقتصادي، الجمهورية موقف اجتماعي، الجمهورية موقف فني وثقافي. أما كيف الجمهورية موقف سياسي؟ هي موقف سياسي قائم على جوهر الجمهورية الأساسي، فكرة حكم الشعب نفسه بنفسه، وبالتالي كلما ليس ديمقراطي ليس جمهوري، كلما يدعو إلى حكم عائلي ليس جمهوري. الموقف من الهوية، الجمهوري قائم على فكرة الهوية اليمنية، وبالتالي كل عمل مضاد لفكرة الهوية اليمنية الوطنية اليمنية حتى وإن رفع شعارات الجمهورية ليس جمهوري. أما كيف الجمهورية موقف اقتصادي؟ هي قائمة على فكرة العدالة الاجتماعية وإزالة الفوارق بين الطبقات من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية، وبداية تأسيس المساواة الاقتصادية على أساس المساواة القانونية، المساواة القانونية التي لا تكون بديل للمساواة الاجتماعية ولكنها مقدمة لها. أما كيف الجمهورية موقف فني وثقافي، هو تمجيد هذه الثقافة الوطنية، تمجيد الثقافة الحضارية لليمنيين، احترام الإرث الحضاري لليمنيين، الموقف من الفن الداعم للفن بكل أشكاله. أما كيف موقف أيضا الجمهورية موقف من المرأة، فبالتالي ليس جمهوري من لا يزال ينظر إلى المرأة كما كان ينظر إليها أحمد حميد الدين، وكما كان يعني ينظر إلى نساء اليمنيات أنهم مجرد سخرة. فهي عبارة عن مواقف، وبالتالي هو موقف أخلاقي أيضا، يعني القيم الكبرى. يعني أنا وجهة نظري الشخصية أن العدالة والحرية هي أرقى القيم الأخلاقية أساساً، وما دون ذلك يعني تقريباً قد يكون مهم جداً لكنه لا يشكل نقطة معي. وبالتالي من خلال هذه المواقف هنا سنعرف من هو المؤمن بالجمهورية الشعبية والسيادة الشعبية، ومن مؤمن بالجمهورية الصالحية، ومن حاول أن يختزل جمهورية الشعب العظيم إلى أن يضيف على اسمه ألا التعريف ليصبح جامع الصالح، جمعية الصالح، مسجد الصالح، لدرجة أن كثير من الكتاب كانوا بدأوا يقترعوا مصطلح الدولة الصالحية. فهو كان يسير على ذات الخطى، لو نعمل مقارنة بسيطة جدا ستعرفي أنه كان يسير على ذات الخطى الإمامية. جامع الصالح هو الموازي الصالحي لجامع الهادي في صعدة، أي إيجاد مركز روحي مساند للسلطة السياسية. عائلة الصالح هي نفس العائلة الإمامية التي كانت تحكم، التوغل داخل المؤسسات الأمنية باسم المضامين العائلية هي ذات المسلك، حتى فيما يتعلق بمس كرامة اليمنيين. لقد يعني الإمامة أسوأ ما كانت تعمله هي مس كرامة اليمنيين، وبالتالي هذه الجمل، هذه المواقف، هذه الصورة الإجمالية هي التي ستمكننا للانتقال من العاطفة الجمهورية إلى الجمهورية كمشروع رؤية، ولن نتمكن من ذلك إلا نعم إذا تم الإجابة على الجزئية تحديدا، الانتقال من خانة العاطفة الجمهورية إلى خانة الوعي الجمهوري الكامل والناضج. انضم إلينا الآن عبر الهاتف الصحفي وسام محمد، وهو طبعا واحد من الشباب الذين كان في مقدمة إطلاق فعالية ثقافية كبيرة يوم أمس، كان تزامنا مع سبتمبر المكتبة الإلكترونية الجمهورية أو سبتمبرية تحديدا. أهلا بك وسام. مرحبا بكم. اهلا وسام، كل عام وانت بخير. كل عام وسبتمبر مبيد.
نعم وسام، كان نتحدث الآن محمد عن العاطفة الجمهورية الممتلئة بالوعي سبتمبر، يعني الممتلئة بسبتمبر تحديدا. هناك يبدو فراغا أيضا في الوعي الجمهوري الذي حاولت أنت ومجموعة من الشباب أن تسدوه من خلال التظاهرة الثقافية الكبيرة التي أطلقتموها يوم أمس. هل يمكن أن تحدثنا عن هذه الفكرة وكيف يمكن أن تصب في المعركة السبتمبرية الجديدة؟ طبعا نحن عارفين في عندما اندلعت ثورة فبراير حضرت كل رموز الجمهورية وحضروا كل الشخصيات التي كان لها دور محوري في قيادة ثورة 26 سبتمبر. لم تكن الثورة غائبة، لكن ما ينقصنا سجيل جديد هو أن هناك قطيعة أو شبه قطيعة مع الماضي الذي صنع ثورتين سبتمبر وأكتوبر، وهذا بسبب عوامل كثيرة: تعيين ردي، ثم استيلاء دولة علي عبد الله صالح على المجال الثقافي والسياسي، وتصدر هذا المجال أناس منحطين ثقافيا وقيميا، لذلك تم تغيير تاريخ ثورة سبتمبر وتم قطع علاقة الأجيال الجديدة بإرثهم النضالي. نحن اليوم ندرك أن أي انتقال للمستقبل لن يتوفر إلا في حال اكتسبت قطاعات الشعبية التي لها مصلحة في انتصار الثورة وفي انتصار الجمهورية للوعي الذي يساعدها على تحقيق الأهداف القديمة التي لا تزال مطروحة على طاولة المستقبل. طبعا عندما تأتين للأجيال الجديدة وتحدثينهم عن رموز ثورة سبتمبر لا يكادون يعرفون سوى القليل عنها. هناك إخفاقات تمام، هناك إخفاقات هي من أوصلتنا إلى الوضع القائم، هي من أوصلتنا إلى أن علي عبد الله صالح يتسيأ ل33 عام. هذه الإخفاقات اليوم مطلوب دراستها ووعيها وإيجاد حلول لها والاستفادة من هذا الزخم الذي توفر بسبب عوامل كثيرة، لعل أبرزها عودة الإمامة من خلال جماعة الحوثي ومحاولة تدمير المكتسبات الجمهورية على شحتها، إلى جانب الترويح بالولاية، وكأننا سنعود إلى العهود البائدة حيث كانت السلطة حيث كان الحكم أو التصور للحكم ونابع من إرادة إلهية. هل معرفة وسام، يعني نلاحظ أنه يعني كثير من الشباب وربما أبناء هذا الجيل بشكل عام أصبحوا يعون هذه الحقائق إلى حد كبير، هل الوعي بهذه الحقائق كافي الآن لمواجهة هذه الموجة الإمامية الجديدة بتحالفاتها؟ بالنسبة لوعي سبتمبر وهذه ميزة كل ثورة عظيمة، فهو لم يكن غائبا تماما حتى مع محاصرة كل ما يمت لسبتمبر من خلال كل السلطات المتعاقبة. سبتمبر كان قد تغلغل في وجدان وروح اليمني، لذلك عندما خرجت عندما دلعت ثورة فبراير هي كانت بطريقة ما تجديد لعهد ثورة سبتمبر. لكن المسألة ما ينقصنا حقا ليس التغني بسبتمبر، أو ما ينقصنا هو أن نعرف لماذا وصلنا إلى هذا الوضع وكيف يمكننا تجاوزه. طيب كيف يمكن أن تجيب على هذا السؤال بشكل مختصر، لماذا وصلنا إلى هذا الوضع وكيف يمكن تجاوزه؟ طبعا وصلنا إلى هذا الوضع بفعل أشياء كثيرة. نحن نعرف أن ثورة سبتمبر عندما اندلعت ظلت سنين طويلة تواجه حروب وتواجه ثورة مضادة قادها الإماميين بمساعدة من السعودية، ثم البنية القبلية، ثم التخلف الثقافي والتخلف الاقتصادي والاجتماعي. مقارنة بالوضع الذي كان يعيشه اليمنيين أثناء ثورة سبتمبر وخلال المراحل اللاحقة، نجد أن الشعب اليمني شعب عظيم وقطع سنوات ضوئية خلال فترة بسيطة وبرغم كل العوائق. اليوم هناك فرص أكبر، اليوم ازداد عدد السكان يصل إلى 30 مليون،
التكنولوجيا وفرت أشياء كثيرة. لابد من أن يتجه الجيل الجديد إلى محاولة الفهم ودراسة كل المشاكل القائمة. لا يمكن الحديث عن ماذا يعني مثلا إذا أسقطنا الحوثي وعلي عبد الله صالح وعاد كل شيء إلى الوضع القديم، ماذا عملنا في سبتمبر؟ صحيح سنعيد له جزء من الكرامة، لكن هل سنحل مشكلة الفقر؟ هل سنحل مشكلة الإرهاب؟ هل سنحل مشكلة القبائل وأن الدولة تمارس أن الدولة تدار بالفساد وبثقافة الكيد والنهب؟ اليوم علينا أن نستغل حماس سبتمبر لنبش كل القضايا ومحاولة بلورة أفكار جديدة لكيفية تجاوزها وتجاوز كل الاختراقات القديمة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي إذا ما أخلصنا لها سوف نرد الاعتبار في سبتمبر وسوف يبقى لنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم وسام، إذن ابقى معنا في هذا النقاش. محمد، يعني إذا تحدث وسام عن ثورة وعي ومعرفة بتفاصيل المشهد السياسي وتاريخه تحديدا لنستطيع أن ننتقل، يعني نحقق فعلا نقلة حقيقية في الوعي السبتمبري إلى واقع حقيقي يتخلص من المشروع الإمامي وكافة تحالفاته. هل تعتقد بأن اللحظة أصبحت مواتية للقيام بهذا الدور؟ أيوة، أنا أعتقد أنه في عاطفة جمهورية كبيرة. طبعا من وجهة نظري الشخصية أنه لابد أن يعني يمر المشروع الجمهوري بمرحلتين. المرحلة الأولى هي بناء الذاكرة وبناء الوعي الجمهوري والاستفادة من هذه العاطفة الجمهورية الواسعة ربما التي لا نظير لها من حيث الانتشار الأفقي للوعي الجمهوري. هذا العدد الهائل جدا، وبالذات أن لدينا عدد ضخم جدا من جيل الشباب من يحملوا الشهادة الجامعية أو شهادة الثانوية العامة في أقل تقدير، وهذا يؤهلهم أنهم يصبحوا قادرين على القراءة، والقراءة هي مدخل أصلا للفكر الجمهوري. المرحلة الثانية من وجهة نظر الشخصي وهي ليس أوانها الآن، وهي مرحلة مراجعة المشروع الجمهوري، يعني نقد التحولات الجمهورية، الحلقات مثلا أين كان الخطأ وأين كان الصواب، لماذا تآكل النظام الجمهوري من الداخل، دور السلطة السياسية، دور القوى الاجتماعية، دور أيضا الفكر الذي حاول أن يضرب الفكر الجمهوري بأفكار أخرى مثلا من خارج ذات اليمنية، استبدال فكرة الصحوة اليمنية التي تخلقت بعد ثورة سبتمبر بما عرف بالصحوة الإسلامية، وهذا أدى إلى تجريف الوعي الجمهوري الذي كان ناشئ تحت مفاهيم جديدة مثلا من بينها الخلافة، من بينها مثلا الخلافة كمفهوم كان يتم تشبيع الشعب فيه، هو الذي مهد أساسا على المستوى الفكري لعودة الولاية، أنا أقصد بالمفهوم بالمعنى الذهني. هؤلاء الناس كانوا يريدوا أن يتم مثلا إفراغ الفكر الجمهوري من مضمونه، كان الإماميين داخل مفاصل الدولة داخل المجتمع لا ينظروا إلا الفكر الجمهوري وإلى الذاكرة الجمهوري وإلى الرموز الجمهوري أنهم رقم واحد في معادلة التحولات، وبالتالي كانوا سعيدين جدا بنشوء أفكار أخرى من خارج السياق الجمهوري. كانوا ينشوء يعني ظهور التعبئة الديني في مرحلة معينة وبالذات في الثمانينات، هذه لابد أن تفتح، لابد أن تناقش كل هذه الأفكار، ولابد أن تتحول العاطفة الجمهورية إلى فكر جمهوري، تحسين المجتمع فكريا، وهذا لن يكون إلا من خلال الآتي: الوعي الفكري داخل المجتمع وذات الطريقة الذي مرت بها الثورة الفرنسية أو ما كان يعرف بالقوافل الجمهورية للثورة الفرنسية التي كانت تنتشر في أوساط القطاعات الشعبية لتصنع الفكر الجمهوري. عندما يصنع فكر جمهوري، وعي جمهوري، أن يعرف المجتمع ما هي الجمهورية، يستطيع من خلالها أن يواجه فساد السلطة التي يرى أنها ستنحرف عن المشروع الجمهوري، يستطيع من خلال هذا الوعي أن يواجه فساد الخطاب المضاد للجمهوري من داخل الأوساط الأخرى الغير منتمية للفكر الجمهوري، يستطيع من خلاله أن يواجه أي خطاب مضاد للهوية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للمشروع الجمهوري، يستطيع من خلاله مواجهة الانتهاكات، لأن فكرة الجمهورية قائمة على أساس فكرة الحرية فكرة الحقوق والحريات، وبالتالي كيف يمكن أن يقاوم المجتمع فساد السلطة، انحرافها، استغلالها النظام الجمهوري؟ سينعكس الأمر إلى نقطة معينة جدا ومهمة جدا، هي أن تصبح الجمهورية الجوهر الثقافي والفكري لمنهج التعليم، أن تنعكس على مستوى الإعلام، ليس عبارة عن مثلا نقاش سطحي. يعني هذا الوجوه الذي مثلا نراها اليوم من أسماء مثلا مثل أحمد عبد رب العواضي، مثل الحميقاني، مثل مطيع دماج، مثل عمر
الجاوي، مثل محمد المحلوي يعني أحد رموز سبتمبر، مثل أيضا عبد الواحد أبو صبع، مثل حسن الدعيس، مثل عقيل الإرياني وهو قتل في هؤلاء لا أحد كان يعرفهم، وكثير من أسماء اللقية، الحورش، محي الدين العنسي، أسماء كثيرة يعني إلى الآن لم تخرج. مثلا عبد الوهاب نعمان وهو يعتبر أبو الفضول وأحد شهداء ثورة 48، وكثير من الأسماء عندما يتشبع، لأن المجتمع يعاني من فراغ القدوات، يعاني من فراغ الرموز، كان تائه، كان يبحث عن رمزيات. ماذا لو أصبح علي عبد المغني هو رمزية وهو قدوة وطنية؟ ماذا لو أصبح الحمدي هو رمزي وقدوة وطنية؟ الزبيري، عبد الرحمن الإرياني، رموزنا يعني قدواتنا الوطنية، بدلا من استحضار أسماء ورموز معينة يتم جلبهم من خارج سياق الذات اليمني، من خارج اليوم الحوثيين كانوا يريدون أن يستحضروا ناس من خارج السياق اليمني، مثلا زي الحسين، زي أسماء كثيرة جدا. لماذا؟ لأن الذهنية اليمنية، النفسية اليمنية غير مشبعة بهذا الإرث الضخم. والله لو لدينا سينما محترمة ومعتبرة لتحول علي عبد المغني إلى أسطورة زي أسطورة النجوم الذي في الهوليود، لتحول الزبيري وهو يلفظ أنفاسه يعني عندما نزف في الجوف وترك في العراء حتى مات، لتحول بطل صغير السن مثل عبد الرقيب عبد الوهاب ليصبح رئيس هيئة أركان عامة، سيصبح أسطورة. زيد مطيع دماج، رواية الرهينة أحمد قاسم دماج الذي توفي قبل عام، مطهر الإرياني كأحد عباقرة الغنائيات اليمنية، هذه الرموز وهذا الإرث الحضاري وحضوره في الذاكرة اليمنية، ما الذي سيعمل؟ سنواجه فكرة الاختلالات داخل المشروع الجمهوري الذي تنتجها السلطة، فكرة النظر إلى الدولة باعتبارها غنيمة، بينما الجمهورية حددت فكرة الدولة والنظر إليها. هذه المبادئ الستة أنا أعتبرها من أعظم تقريبا المبادئ الإنسانية الرفيعة، إضافة إلى نقطة مهمة جدا، نحن شعب لديه تراكمات، يعني بمعنى آخر نحن رفعنا الدستور في ثورة 48 ونادينا بالدستور في اللحظة الذي لم يكن يوجد في اليمن شخص واحد يمتلك شهادة بكالوريوس في علوم القانون أو شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع أو في علوم السياسة. نعم، هذه ربما مفارقة يعني مهمة جدا، يعني كيف استطاع مجموعة قليلة من المتعلمين ومن الذين استطاعوا أن يكتسبوا وعي، يعني يعني استطاعوا أن يعني يجمعوا حصيلة علمية معينة سواء في الداخل أو خارج يحدثوا هذا الفرق، بينما الآن نحن نتحدث عن آلاف بل ملايين المتعلمين المثقفين في اليمن، هل يستطيع هؤلاء الآلاف والملايين الذين نتحدث عنهم أن يحدثوا هذه الفارق الذي أحدثوه أجدادهم؟ سأنتظر منك الإجابة بعد الفاصل القصير. محمد ابقى. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، ومن جديد أرحب بك محمد. كنا نتحدث عن الوعي الذي استطاع أن يصنعه الأجداد في المرحلة السابقة في 48، تحدثت عن ثورة الدستوريين وأيضا بعدها، والآن نتحدث عن شباب، عدد كبير من الشباب ربما يعني أخذوا المهمة الآن التي تنصل عنها النظام السابق وأيضا النخب التي كانت محيطة به، الذي إحياء الذاكرة الوطنية. هل يستطيع شباب فبراير تحديدا إنعاش هذه الذاكرة الوطنية بمعزل عن المشهد السياسي بشكل عام، عن المؤسسات السياسية، عن الأحزاب، عن الدولة، يعني أنهم وحيدين يقومون بهذه المهمة كأنهم؟ أنا أعتقد أنهم يستطيعوا عمل أكثر، عمل ثورة فكرية متكاملة، لكن إذا فكروا بالإجابة على سؤال واحد مهم من وجهة نظري، من أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير؟ من أصحاب المصلحة الحقيقية في المستقبل؟ أصحاب المصلحة الحقيقية في المستقبل وفي التغيير هم جيل الشباب، سواء كانوا جيل الشباب المؤمنين بثورة فبراير أو جيل الشباب ككتلة سكانية موجودة في اليمن، لكن في الغالب لا يصنع التحولات إلا الكتل الفاعلة والحيوية. كيف يتم ذلك؟ عليهم أن يفتشوا كيف استطاع عدد محدد من طلايع ثورة 48 ومن طلايع ثورة 26 سبتمبر أن يصنعوا وعي جمهوري داخل مجتمع كان أكثر الناس فيه وعيا هو الذي يستطيع القراءة والكتابة. عليهم أن يفكروا كيف استطاع محمد المحلوي، الشاب الذي كان سيكون ربما أو الشخصية التي كانت ستكون ربما مشروع مفكر
أو فيلسوف وهو يناقش ويفكك في ذهنية الناس وأصحاب المحلات من بينهم العزي صالح السنيدار. نعم. يناقش يناقش فكرة آل البيت ويسقط لهم مفاهيم القداسة التي اتخذها الأئمة. كيف أستطاع مثلا الفضول عبر الصحيفة في عدن أن ينشئ وعي جمهوري؟ كيف أستطاع علي عبد المغني أن 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 يكتب وهو لا يزال في ذلك السن وأن يكون قائد في مستويات ثلاثة؟ من الناحية السياسية كان قائد سياسي محنك، من الناحية الفكرية كان قائد فكري محنك، من الناحية التاريخية تقول المرويات أنه كان حاد الذكاء، ينتقي ألفاظه بعناية فائقة، وكان ملم بالتاريخ لدرجة أن كثير من المرويات تقول أنه تأثر بقصيدة نشوان بن سعيد الحمجري المتعلقة بالهوية اليمين. عندما يفتشوا داخل الذاكرة الجمهورية سيعرفوا مفاتيح التحولات، سيتعرفوا على مفاتيح الحرية، سيدركوا أن هؤلاء يعني أن الطلائع الجمهورية بتلك الإمكانات استطاعوا إلى حد ما أن يقوضوا مجتمع، كان أن يصنعوا يقظة فكرية وسياسية داخل المجتمع كان غائب عن الحياة، كان خارج سياق التاريخ، كان حتى النظام الصحي فيه المكاوي، كان أيضا الخرافة تعيش ليل ويوم. إذا كنا نعيش الآن الخرافة التي تقول الآن أن عبد الملك الحوثي يأتي له طعام من السماء وأنه ينتظر المهدي المنتظر الذي سيخرج من داخل السرداب عليه خيلا أبيض ثم يذهب باتجاه مكة، فما بالنا بتلك الخرافات التي كانت موجودة عندما استيقظ هؤلاء الطلائع الذين استطاعوا أن يحولوا في ليل ويوم المفاهيم رأسا على عقب. في اليوم الأول كان يكتب في صحيفة الثورة جلالة الإمام أمير المؤمنين، وفي اليوم الثاني يكتب جلالة الشعب. لكن في تلك الفترة على الرغم من أن العدد كان قليل، كانت نخبة حقيقية يعني سياسية وعسكرية حينها، لكنها أيضا كانت في الحقيقة مسنودة بنظام سياسي كان جادا في دعم هذا المشروع الجمهوري، متمثل تحديدا بجمال عبد الناصر وبما قام به لإسناد الثورة حينها. في هذا التوقيت، في هذه الجولة الجديدة من الثورة السبتمبرية وهذا الخذلان الكبير أيضا ممن ظننا بأنهم حلفاء لهذا التغيير، كيف يمكن أن يحدث التغيير؟ ربما سأقول لك مقاربة تاريخية لم أقولها من قبل. هذا بلد المفاجآت، حتى يفاجئ كثير من الذي يدرس التوقعات السياسية والتاريخية. دور مصر عظيم ولا يمكن أن ننساه عبر التاريخ، وأعتقد أنه من أهم الحسنات للقومية العربية هي الإسهام في تغويض أسوأ نظام عنصري في اليمن. لكن سأقول لك شيء، في عام 1967 دخلت مصر النكسة وانكسر مشروع الثورة العربية، لأن مصر كانت تمثل مركز في تلك المرحلة، مصر الأبطال في تلك المرحلة وليس مصر الرجل الذي يقتل الناس المسنين في السجون. حصل الآتي، دخلت مصر النكسة، انسحب الجيش المصري من اليمن، أعتقد الإماميون وأذرعهم الإقليمية والدولية أنه آن الأوان للانقضاض على مشروع الجمهوري. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن اليمنيون عملوا مفاجأة ربما تستحق كثير من الدراسة، فكوا حصار السبعين في الشمال بدون إسناد مصري، وطردوا آخر جندي بريطاني من عدن تماما بإسناد شعبي. إيش يعني ذلك؟ يعني ذلك أنهم استطاعوا أن يوجهوا ضربتين للنظام الدولي الاستعماري الذي كان مركز بريطانيا، وللنظام الإقليمي الذي كان أيضا داعم لمشروع الإمامة. في عام 1974 دخلت مصر ما يشبه النكسة السياسية لكن الثانية. لكن قبل أن تصل لهذه الجزئية، الآن هناك مفارقة أيضا عجيبة لابد أن نفهمها ونفسرها ونجد حلا لها. الدور الإقليمي الذي كان مساندا للإمامة حينها والذي يدعي الآن بأنه مساند للجمهورية، كيف يمكن أيضا أن نجمع بين هاتين المفارقتين؟ كيف يمكن أن يقف هذا الدور الإقليمي اليوم في الموقف المعاكس له في الأمس؟ أنا لماذا جبت هذه المفارقة؟ لأننا من خلالها سنستنتج هذه اللحظة. في 74 دخلت مصر النكسة الثانية السياسية أيام السادات. الذي حصل في اليمن أنه بعد أن ماتت كل مشاريع الثورات العربية في المنطقة، أن حركة تصحيحية باسم المشروع الجمهوري تصل إلى الدولة
عبر الرئيس إبراهيم الحمدي في الجنوب وعبر الرئيس السالمين في الشمال وعبر الرئيس السالمين في الجنوب. بمعنى آخر، لا يستطيع أي نظام إقليمي أو نظام دولي مهما كان خبثة ومهما كان مكره أن يركع الشعب. هذا شعب المفاجآت. في عام 90 مثلا دخل المحيط الإقليمي في أزمة عرفت بحرب الخليج وبأزمة الخليج، ونحن عكسنا المتغير في المحيط الإقليمي وأسسنا الوحدة السلمية. في عام 2011 كان الناس يظنون أنه سيكون انفجار مسلح، حصل في اليمن ثورة سلمية. بمعنى آخر، مهما كانت المكايدات الإقليمية لكن هنالك معادلة مهمة جدا. هذه المعادلة عندما تحضر الإمامة تغيب اليمن، وعندما تغيب اليمن يغيب الشعب، وعندما يغيب الشعب يقيبا لا 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 المشروع الشعبي ايا كان لافتته. نعم، سنعود للنقاش محمد. اذا انضم الينا بعد ان سقط للاسف الشديد، كان معنا وسام انتعز، سقط الاتصال معه، انضم الينا الان الكاتب والشاعر غائب حواس معنا من الرياض. اهلا بك يا استاذ غائب، كل عام وانت بخير. بخير ان شاء الله. يلا حياك الله. كيف تابعت أستاذ غائب وأنت واحد من الرموز الجمهورية المعروفة يعني كشاعر وكاتب يعني وناشط سياسي ربما متخصص في هذا المجال، كيف تابعت احتفاء اليمنيين بذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر من سبتمبر، سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب اليمني عاد عودة غير مسبوقة إلى ذاته التي عبر عنها في سبتمبر 62. الذي يتتبع، أنا كنت أتتبع منذ سنوات حقيقة، هي السنوات ربما الخمس الأخيرة وربما أيضا الثلاث بالذات الأخيرة، وهي السنوات التي وصلت وطأة ووجع الإمامة والسلالة وميليشياتها وأبصارها كما تسميهم، هذه الوطأة الضاغطة التي ضغطت على شعبنا والتي تمارس بحقه أفظع وأقبح وأوقح الجرائم. لاحظنا جميعا أن الوعي السبتمبري متصاعدا في وجدان شعبنا سنة عن سنة. نعم استاذ غيب، صعودا سنة عن سنة. نعم. هذا للمتتبع. نعم نعم. هل تعتقد استاذ غيب ان هذا الوعي المتصاعد عام بعد عام تحديدا بعد الانقلاب كافي لإحداث المعجزة التي صنعها ربما أجدادنا في 62؟ الانقلاب الذي حصل هو ليس مجرد انقلاب على ما يظن الناس، ما يسمونه مخرجات، ولا على فلان ولا رئيس، ولا هذا انقلاب على أهم إنجاز حصل عليه اليمنيون على رأس ألف عام، وبالتالي فهو لم يبدأ في 21 سبتمبر. والذي يظن أن الانقلاب بدأ في 21 سبتمبر فهو يقول أن ما قبل أن 20 سبتمبر كانت اليمن بخير، وأن 20 أغسطس كانت اليمن بخير، ولا عمران ولا صعدة ولا غيرها كانت قد سقطت. إذن فنحن الآن أمام مسألة جذرية أكبر من المسائل السياسية التي تعتبر نتائج، نحن أمام مقدمات. الواقع الآن أن هذا الذي حصل هو عودة كالحة للإمامة، عادوا كمنتقمين، لأن أول مرة يحرمون نصف قرن من شهوة الحكم التي قتلوا بعضهم بعضا عليها، اقتتلوا في صدر الإسلام، واقتتلوا هذه السلالة وهذه القبيلة التي تمجد وتقدس نفسها، ظلت تقتتل وتقتل الناس في حروبها على السلطة. أرادت هي أن تكون مركز الحكم، فكانت مركز الفتنة في التاريخ الإسلامي بالكامل وليس في اليمن فحسب. نعم. نعم أستاذ غايب. إذن أيوة معك.
نعم أشكرك. إذن أشكرك جزيل الشكر. نود يعني أن تكون معنا وقت أطول، لكن يعني أدركنا الوقت. أشكرك أستاذ غايب حواس الكاتب والشاعر، كنت معنا من القاهرة، أشكرك جزيلا. إذن محمد، إذا ما تحدثنا عن، وأنت تحدثت قبل قليل عن الذاكرة الوطنية، عن رموز وطنية تم تغييبها وطمسها خلال الفترة الماضية، برأيك لماذا كان يخاف النظام السابق من حضور هذه الرموز؟ أي نظام مستبد في وجه الأرض أول شيء يعمله إفراغ الشعب من قدواته الوطنية، وبالتالي وبالذات تلك القدوات التي لها علاقة بالحرية. ماذا تتوقعي مثلا من نظام قائم على فكرة التوريث؟ هل ممكن أن يساهم في نشر الوعي بجمهورية الشعب الذي مسلكها السياسي والاقتصادي في السلطة يتنافى معها تماما؟ هل ممكن أن يجعل وسائل الإعلام التي يسيطر عليها تردد بيتين شعريين خطيرين أنا أعتبرهم من أخطر ما كتب في الأدب السياسي، وهي تتعلق بفكرة التراكم الثوري اللي هي والحق يبدأ في آهات مكتئب، لا إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تسقى لها الأمم، والحق يبدأ في آهات مكتئب وينتهي بزئير ملأه النقم. لو, لو, لو سألتي حتى في الأوساط النقبوية شخص معين حتى أكاديمي في الجامعة، هل تعرف عبد الرحمن المحبشي مقتحم دار البشائر في صنعاء؟ صحيح، غريب هذا الاسم. أيوة، لم يكن. أيوة، حاضرا في الفترة. أيوة، الماضية، وهو الرجل الأول ربما. أيوة، ستكون الإجابة لا. هل تعرف شخص اسمه محمد المحلوي كان يشتغل في أوساط أصحاب المحلات في صنعاء وفي الأوساط الشعبية وينقذ فكرة الإمامة والسلالة والدعاء آل البيت؟ سيقول لا. هل تعرف محي الدين العنسي، الحورش، محمد عبد الله الفسيل؟ كثير من الأسماء خلدتهم قصائدهم، مثلا العزي صالح السنيدار، شخصيات مثلا زي حسن الدعيس، شخصيات أخرى مثلا من حاشد، من عمران تقريبا الصعر، جزيلان وغيره مثلا من هذه الأسماء. يعني من أعطى الأمر والتوقيت المناسب جدا لإطلاق شرارة الثورة والأوامر، وجزيلان كان يعتبر من أذكى والعقول العسكرية. أقول لك لماذا؟ انظري، عندما تم تغييب الذاكرة الجمهورية لا يعلم اليمنيون تقريبا حتى هذه اللحظة، وبالذات المشاهد الذي شاهدوا الآن، لماذا أختار الحوثيين 21 سبتمبر. كان هذا التاريخ هو اليوم الذي أعلن فيه الإمام البدر من الجامع الكبير البيعة، وأنه سيسير على نهج آباء الأجداد. من أين خرج الإمام البدر عندما غادر صنعاء؟ خرج الإمام البدر من الجهة الغربية باتجاه همدان وقرية أنعم ووادي ظهر. من أين دخل الحوثيين عندما دخلوا إلى صنعاء؟ دخلوا من ذات الجهة التي خرج منها الإمام البدر في صنعاء، من جهة همدان وقرية أنعم وقرية القابل باتجاه وادي ظهر. لو كان اليمنيون يقرؤون هذه المعالم، حتى طريقة مواجهة القبائل، تفجير منازل الرموز الاجتماعية، هذه كلها الثقافة الإمامية بحذافيرها، وتسمى بثقافة نشر الذعر. فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن إعادة مثلا هذه الأسماء، إعادة الرموز من جديد لداخل المخيال الشعبي، مثلا اسم مثل الوحش، اسم مثلا مثل عبد الرقيب عبد الوهاب مثلا، إلى الآن لا يوجد شارع باسمه. وهذا إذن وهذا ما عامل النظام السابق على طمره تماما. الحديث ذو شجون محمد، يعني أتمنى أن يتم استكمال هذا النقاش في حلقات قادمة من المساء اليمني ضمن سلسلة ملف ذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر. أشكرك جزيل الشكر محمد المقبلي، الناشط السياسي والكاتب. كما أشكركم أعزائنا المشاهدين متابعتنا في هذه الحلقة، وكل عام وأنتم وكل السبتمبريون الأحرار في داخل اليمن وخارجه بألف ألف خير. يا الله يا من لنا تفتح والرزق مطلوب بسهالة، جمهور يا من كرح يقرح والشعب حاجب بأبطالة، جمهور يا من كرح يقرح. المهامين على المسرح واخرج من الشاعر بدجالة، من قارب الظلم ما يربح، لازم تغير بهالحالة، جمهور يا راح يقرا.
شعبنا ينجح قد عجل الله بزلزاله البدر معاد.